أشار الوفد النيابي المشارك في أعمال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى أن مجلس النواب أسس منذ عام 2011 لجنة نوعية دائمة تعنى بقضايا حقوق الإنسان في المملكة لتسهم في تعزيز عمل مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة من خلال التواصل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان داخل مملكة البحرين وخارجها. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من جنيف سعادة النائب الدكتور عبدالله الذوادي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رئيس بعثة السلطة التشريعية بمملكة البحرين لاجتماعات الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. دكتور عبدالله بعد التحية لو تحدثنا إذا تفضلت أكثر حول مشاركة الوفد النيابي في هذا الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. طبعا تأتي هذه المشاركة لتنسجم مع توجيهات رئيس مجلس النواب السيدة فوزية زينل والتي تهدف إلى توطيد العلاقات الدولية مع مختلف برلمانات دول العالم، وبالفعل وهي تسهم في تمثيل البحرين والسلطة التشريعية بالذات في المحافل والاتحادات والمؤسسات الدولية والإقليمية. طبعا من خلال اجتماعات دورة 40 تم استعراض اليوم تقرير خاص عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي بصراحة جاء إيجابيا جدا لملف حقوق الإنسان في البحرين، ولم يتم ذكر اسم البحرين فيه سلبيا خلاف السنوات الماضية، مما يدل على إنجاز حقيقي وتطور نوعي في ممارسات حقوق الإنسان في مملكة البحرين. طبعا هذا كله بفضل يعني المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله، والذي رسخ تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وطبعا مجهود يشكر عليه المعنيين من الأخوة في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بجنيف. طبعا تطرقت مناقشات المجلس خلال الثلاث أيام السابقة حقوق الإنسان على يعني مرتكزات مناقشة حقوق الطفل، وطبعا تطرقت إلى تقارير المقرر الخاص المعني بشؤون البيئة وشؤون الإسكان والأطفال وذوي الإعاقة. طبعا لما تشوف معظم هذه الحقوق البحرين متقدمة جدا في هذه المجالات، وإحنا يعني إحنا فخورين بتقدم ملف حقوق الإنسان إلى هذه المرحلة، وإن شاء الله للتطور قادم، وإحنا منسجمين مع المعاهدات الدولية وملتزمين بالمعايير ومبادئ حقوق الإنسان في 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 العالم. نعم. تفضل. من جنيف سعادة النائب عبدالله الذوادي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.